في كلمتين كده كنت حابب ان انا اتكلم فيهم بس عايزك انك انت تركز معايا في الكلام وعلى فكره مش كنت عايز اطلع اعمل فيديو النهارده لان الواحد اصلا تعبان بس شفت حاجه غريبه على فيس انا ذات نفسي استفزتني فحابب انك انت تركز معايا في الكلام عشان خاطر ايه الكلام يعرف يوصل لك بطريقه صح ومش شرط فيس بس لا ده فيس والاعلام ذات نفسه كل دلوقتي ابتدى عاوز يخرج من موضوع احمد رفعت قبل ما نعرف اللي وصل احمد اللي وصل احمد رفعت ده مين السبب فيه فكل الاعلام وكل الصفحات بتاعت السوشيال ميديا كلها ماشيه في نمط تاني نمط انك انت ايه الدوري رايح لبيراميدز لل... وعندك خالد الغندور امبارح طلع امبارح على الهدف بتاع لامين يامال ده وطلع يقول لك ايه الفرق ما بين لامين يامال وشيكابالا وعندك من ناحية تانية مهيب عبد الهادي يطلع يكلم سعد عبد الحفيظ يقول له هو الدوري انت انت شايف الدوري رايح لمين السنة دي للبيراميدز ولا الاهلي وعندك من ناحية تانية مين تاني احمد حسام ميدو يطلع يقول لك انا بتمنى ان بيراميدز ياخد الدوري شوف حسب الله ونعم الوكيل اللي وصلنا لكده ان انا بشجع نادي غير النادي طب هو معلش هات كل اللي انا جبت اساميهم دول لو حد من اهله او من اهل بيته او من عياله حصل حصل له نفس الموقف اللي حصل لكابتن احمد رفعت لاحمد رفعت الله يرحمه كان هيقعدوا يتكلموا بالطريقه دي يا جماعه احنا وصلنا لمرحله التدني ان احنا نكون كشعب عايز يعرف حقيقه حاجه معينه والاعلام يعرف يلعب في دماغه يفكر في حاجات تانية انا مش كنت عايز كده وهو ده مش اللي احنا عايز يعني السؤال هنا السؤال هنا اللي حصل ممكن يحصل كتير بس انت شايف ان هو ده اخره موضوع احمد رفعت ونقفل على كده اه معاك ان الاداره بتاعت مودرن سبورت دلوقتي كلها اتحلت معاك في دي معاك ان في ناس ابتدت ان هي تتعك. بس نفس الناس في ناس عشان ما تغوصش اكتر من كده بتحاول تخلي الاعلام يطلع يتكلم في حاجات تانية عشان خاطر انت تركز فيها وما تركزش في القضية ذات نفسها بتاعت كابتن احمد رفعت الله يرحمه وبصراحة السوشيال ميديا بتساعد اللي بيحصل من الاعلام في الموضوع ده بس هرجع وهقولها لك تاني اللي حصل لاحمد رفعت ممكن يحصل لابنك ممكن يحصل لاخوك ممكن يحصل لأي حد قريب منك ساعتها هتدن مهما هتدن مش هتلاقي حد يساعدك لأنك انت ما ساعدتش انك انت تجيب حق واحد مات كابتن سعد ابو حفيظ قالها صريح احنا عايزين نجيب مين السبب في اللي حصل لاحمد رفعت مفيش حد هيعرف يزيد على اهلويتي اه انا نفسي النادي الاهلي ياخد الدوري بس سواء بيراميدز او اهلي خدوا الدوري اي حد فيهم هياخد الدوري هيتنسي انما موضوع احمد رفعت لو اتنسي يبقى عيب علينا احنا كمسلمين او كمصريين بالمعنى الاصح ان في واحد مات واحنا مش عارفين نجيب حقه اللي انا بتمناه من كل الجماهير حاول انك انت تركز في حاجه معينه وما تنسقش ورا كلام عايزك هم اصلا عايزينك تطلع عن المشكله الاساسيه وتروح في مشكله تانية تقعد تتكلم فيها وهو ده مش وضعنا ومش هو ده دماغنا ومش هو ده عقل المصريين كفايه انك انت دلوقتي شايف شايف ان كل الجماهير الاهلاويه والزملكاويه ابتدوا ان هما يقربوا من بعض ما عادتش فيه التعصب من بعد موضوع احمد رفع متخيل معايا متخيل ان واحد اه اتوفى بس تخيل على التغيير اللي حصل لينا احنا كمصريين كاهلاوي وزملكاوي متخيل حاجه زي كده متخيل ان حياه بني ادم بتفرق وانت عايزين يلعبوا في دماغك عشان تروح تتكلم في حاجه تانية وتسيب المشكله الاساسيه بتاعت احمد رفعت. الله يرحمه. سلام.